السلام عليكم أصدقائي، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة بتجيكم مني أنا حميد كيالي على قناة سيلفي سبورت لتقديم أهم مباريات الجولة. وبما أنه وصلنا للجولة الختامية، للجولة الحاسمة، للجولة اللي رح تخلينا نعرف كل الصورة بشكل واضح، أبطال الدوريات، المتأهلين للشامبيونز ليج ولليوروبا ليج والهابطين إلى الدرجة الثانية، جولة بكتير دوريات إذا كان انحسم فيها بطل الدوري فما انحسم المتأهل للشامبيونز ليج والعكس صحيح، فالأمور كتير ملخبطة. وهي الجولة هي اللي رح تخلينا نعرف كل شيء بوضوح كامل. خلينا نمر على الخمس دوريات بسرعة كبيرة، بعد هيك بعطي التوقعات إلى أهم النتائج والمتأهلين للشامبيونز ليج، وبستنى منكم بعد ما تخلص الحلقة تجاوبوني على أسئلتنا أو على توقعاتي لهي الحلقة، تعطوني توقعاتكم أيضا بالكومنتات، ومنشوف بعد ما تخلص الجولة مين كانت توقعاته صحيحة أو مين اللي كان عنده عدد توقعات أكثر شيء. الدوري الألماني ما في داعي نحكي عنه اليوم لأنه محسوم بشكل كامل، بطل دوري بايرن ميونخ والأندية الأربعة اللي تأهلت على الشامبيونز ليج معروفة، وهي الجولة ما رح تقدم ولا رح تأخر بأي حساب من هدول الحسابات المهمة. بفرنسا البطولة كتير على المحك، يعني ليل بعد خسارته الجولة الماضية صار أمام امتحان كتير كبير، مطالب أنه يفوز بمباراته الأخيرة أمام ملاحقه باريس سان جيرمان والفرق نقطة واحدة، فلذلك أي تعثر لليل وفوز لباريس سان جيرمان البطولة للنادي الباريسي، أي نتيجة غير هيك يعني ليل ينتصر هو اللي بيكون بطل الدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان بيكون الوصيف. موناكو الفريق الثالث اللي عنده على الورق حظوظ، لأنه إذا فاز وخسر باريس سان جيرمان وخسر ليل رح يتعادلوا بالنقط، بيشوفوا فرق الأهداف، بهاي الحالة موناكو لازم يربح 5-0 مباراته القادمة، تقريبا هو أضعف في الاحتمالات على الأغلب البطولة بين ليل وبين باريس سان جيرمان، لكن المقاعد الثلاثة المؤهلة للشامبيونز ليج كمان محسومة بفرنسا. منروح الدوري الإسباني اللي فيه مقعدين للشامبيونز ليج انحسموا تماما، إشبيليا وبرشلونة، لكن ما زال لإشبيليا فرصة أنه ينتزع المركز الثالث من برشلونة في حال خسارة برشلونة مباراته الأخيرة وفوز إشبيليا، هذا الشيء ممكن يخليهم يتبادلوا المراكز. برشلونة يكفي التعادل للحفاظ على المركز الثالث، وإذا فاز طبعا راح يحافظ عليه. بينما بطولة الدوري مشتعلة على أشدة بين أتلتيكو مدريد وبين ريال مدريد، أتلتيكو اللي كان الجولة الماضية على شفا حفرة أنه يفقد الصدارة لريال مدريد، كانت الأمور كلها عم بتروح لسير لطرف ريال مدريد، متقدم بالنتيجة وأتلتيكو مدريد خاسر حتى آخر 10 دقائق، لكن بعد هيك انتفض أتلتيكو مدريد وحافظ على الصدارة. هون جولة الحقيقة، هون جولة لويس سواريز مثل ما قال سيميوني بمؤتمره الصحفي. أتلتيكو مدريد رح يلعب مع بلد الوليد، وبلد الوليد عنده حسابات لهي المباراة كتيرة. هو ترتيبه حاليا الترتيب 19، لكن إذا انتصر وخسر إلتشي وخسر هويسكا هو ممكن يبقى بالدوري الممتاز وينزل على درجة تانية هويسكا وإلتشي، لذلك هو رح يجرب يعمل اللي عليه، يحاول ينتصر على أتلتيكو مدريد لحظوظه أول شيء. ريال مدريد عم ينتظر هدية مثل هاي، رح يلعب على أرضه أمام فياريال، فياريال اللي أيضا مشغول تفكيره بمباراة مانشستر يونايتد رغم فوزه الكبير كتير على إشبيليا بالجولة الماضية، فواضح أن المباراة صعبة على الريال والمباراة صعبة كتير على أتلتيكو. اللعب بنفس التوقيت رح يخلينا متحمسين كتير ومشتتين، ما بنعرف أي مباراة لازم نشوف، لكن على الأغلب رح نشوف دقائق هون ودقائق هون لأنه جولة حاسمة جدا. خلينا نشوف إذا البطولة رح تروح لأتلتيكو مدريد ولا ريال مدريد بعد كل هذا الصراع الكبير بالجولات الماضية. منروح الدوري الإيطالي، بإيطاليا إنتر حسم الموضوع وربح بطولة الدوري، أتلانتا حسم المركز الثاني أيضا وتأهل للشامبيونز ليج، والمشكلة بإيطاليا هي بالمركز الثالث والرابع والخامس، الثالث حاليا ميلان، الرابع نابولي، والخامس اليوفي. هلأ لو انتصروا الأندية الثلاثة أو لو تعادلوا الأندية الثلاثة أو لو خسروا الأندية الثلاثة فميلان ونابولي هن اللي راح يرافقوا أتلانتا والإنتر على الشامبيونز ليج. لو تعادل يوفي وخسر نابولي وخسر ميلان فأيضا راح يكون التأهل من نصيب ميلان ونابولي، فاليوفي لازم يربح رقم واحد. اليوفي مباراته أمام بولونيا خارج أرضه، والميلان راح يلعب أمام أتلانتا اللي ما عنده شيء يقدمه، لأنه بالنهاية فوزه وخسارته تعادله ما راح يطلعوه لقدام ولا راح ينزلوه، خاصة بعد خسارة نهائي الكأس، فهو قاتل على البطولات انتهى الموضوع، فعلى الأغلب المباراة رح تكون تحصيل حاصل. هل جاسبيريني رح يلعب بالتشكيلة الأساسية ولا رح يجرب يعطي فرصة للشباب وليكون المستفيد من هذا الكلام ميلان ولا لا، خلينا نشوف بعد نهاية الجولة. لكن اليوفي بعد فوزه بالكأس مفروض يعني عمل أقل ما يمكن فعله بهذا الموسم، على الأقل توج ببطولة، رغم أنه هي البطولة لو اليوفي ما تأهل للشامبيونز ليج ما رح تعني أي شيء لجماهير اليوفي،
فاليوفي على الأغلب رح يقاتل لأنه يفوز وينتصر، ينتظر هدية من أتلانتا لعل وعسى أنه هو اللي يكون متأهل، أو أنه نابولي هو اللي يسقط بخسارة ويفوز اليوفي ويتأهل مع الميلان وأتلانتا وإنتر للتشامبيونز ليج. منروح على الدوري الإنجليزي، السيتي اللي حسم البطولة من أسبوعين، ومانشستر يونايتد اللي حسم الوصافة أيضا من فترة طويلة، لكن الأمور مشتعلة جدا بالمراكز الثالث والرابع والخامس، خاصة بعد خسارة ليستر سيتي أمام تشيلسي وبعد فوز ليفربول. فصار ليفربول هو حاليا بالمركز الرابع، وتشيلسي بالمركز الثالث، وليستر سيتي سنة تانية على التوالي عم بيكون بالمركز الثالث بشكل متواصل لفترة طويلة جدا من الموسم، ودائما بالأسبوعين الثلاثة الأخيرات عم بينزل للمركز الخامس، وبتكون المباراة الأخيرة مفصلية بالنسبة له. الموسم الماضي إذا بتتذكروا ليستر سيتي بالجولة الأخيرة لعب أمام مانشستر يونايتد، وكان الفائز فيهم هو اللي راح يتأهل على الشامبيونز ليج، وفاز مانشستر يونايتد وقتها، وليستر سيتي راح على اليوروبا ليج. هاي المرة ليستر سيتي حظوظه ما له بإيده، هالمرة لازم ينتصر، ولازم ينتظر تعثر ليفربول أو تعثر تشيلسي. الفرق نقطة بين تشيلسي وبين ليفربول وليستر سيتي، لكن فرق الأهداف لصالح ليفربول. لذلك ليستر حتى لو فاز محتاج أنه ليفربول يتعادل بالمباراة الأخيرة أو تشيلسي يتعادل بالمباراة الأخيرة لحتى يضمن مركزه الرابع، لكن تشيلسي يبدو بحالة ممتازة جدا. ليفربول يبدو أنه القدر ما خلانا أنه نفقد ليفربول بالتشامبيونز ليج بعد موسمين ثلاثة ممتازات جدا مع يورغن كلوب، فكان عدم وجودهم بالتشامبيونز ليج نوع من أنواع الإجحاف بصراحة لكرة القدم الجميلة اللي قدموها بالمواسم السابقة، لكن هذا الموسم عصفت فيهم الإصابات وكان عندهم مشاكل كتيرة، لكن كل كرة القدم لعبت تقريبا لحتى تخلينا نشوف ليفربول بالشامبيونز ليج. ليفربول عم بيعمل اللي عليه بالوقت الحالي، عم بينتصر بمبارياته، وهلا حظوظه بإيده، مصيره بإيده يفوز المباراة القادمة على كريستال بالاس بالشامبيونز ليج ليفربول الموسم القادم، وتشيلسي نفس الكلام ما لازم يضيع هاي الفرصة الذهبية بعد فوزه على ليستر سيتي وصار بالمركز الثالث، كمان ينتصر كمان بيروح على الشامبيونز ليج. ليستر سيتي هو أقل الفرق ضغطا لأنه ما حدا مطالبه أنه يروح على الشامبيونز ليج أصلا، لكن بسبب ما شفناه هذا الموسم أنه دائما كان بالمركز الثالث عم بيتكرر معه هذا الشيء الموسم الثاني على التوالي، فعليه بعض الضغوطات أنه لا ضيعت فرصة كان لربما ناخد عائدات مادية أكبر، وكان يعني الفريق يعني بياخد بيكون تحت الضوء أكثر لما بيكون بالشامبيونز ليج. بشكل عام هي هي الدوريات الخمس الكبرى، هيك حالتها كتير معقد الأمور، وأكثر من فريق عم بيتنافس على أكثر من شغلة، فلذلك أسبوع ناري بانتظارنا يوم السبت ويوم الأحد. خلينا نروح على جزء التوقعات. بدي أعطي هلأ بس توقعاتي للأربع الأوائل بالدوريات يعني. فإذا بدنا نرجع للدوري الفرنسي بتصور أنه اللقب راح يكون لليل، باريس سان جيرمان تاني وموناكو تالت. إذا بنروح على الدوري الإسباني بتوقع أتلتيكو مدريد هو البطل، ريال مدريد تاني، برشلونة تالت، إشبيليا رابع. بالدوري الإيطالي إنتر أول أكيد وأتلانتا تاني أكيد، بتصور إنه الميلان رح يكون ثالث وإنه نابولي رح يكون رابع. وبالدوري الإنجليزي السيتي حسم الموضوع، مانشستر يونايتد حسم الوصافة، وبتصور إنه الترتيب رح يبقى مثل ما هو، تشيلسي وليفربول هن اللي رح يرافقوا السيتي واليونايتد إلى الشامبيونز ليج. هاي توقعاتي الشخصية. هلا بعد ما شفتوا الحلقة بتمنى منكم تروحوا على الكومنتات وتحطوا لي توقعاتكم للأربع الأوائل من كل دوري من الدوريات الأربعة الكبرى استثناء الألماني لأنه أموره محسومة أصلا، وخلينا نشوف مين توقعاته صحيحة بعد هيك. لا تنسوا تتابعوني على حساباتي الشخصية لو سمحتوا، حميد كيالي على يوتيوب، مقالات حميد كيالي على فيسبوك، وحميد كيالي على انستغرام. بشوفكم بحلقات قادمة، بتمنى أنكم تستمتعوا بهاي الجولة الأخيرة، بشوفكم بحلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.